ويك وين ولك وين عن زين جايب الولد لحم العناوي الثاني مش انا المهم تروح تشتري ظهرك البس سلام عليكم هاي شنو زي مفرجي المدرسة لا والله حجي يعني هاي السفورة أني ترجيت من الفراش مع المدرسة وقلت له نريد منك السفورة نتعلم بيها قال يا بأخذوه كل يوم جمعة يعني احنا قررنا نجي كل جمعة أبوه في هذا السبع يعلمنا قراية وكتابة اي والله حجي كنا حتى شوية نتقوى يا معلمين انتم بجيتوا غيرهم هذا يرقصكم ليش لا نجي احسن عندنا تلميذ يعرف يا قويته لا وعلى قد جدينا نقدر نسولف نقعد نحكي نقوم بحريتنا مثل ما تقول والله ايش اقول لكم يعني حتى لو اني وافقت هو من يقول وافق والله انت احد بمجي لك سؤال طبعا انت تكيف تقول تنشخ براسهم حجي يا رحم ذاكرك اشو عندي احس انت مايلك نيسا مو قضية ما ساعدكم بس انا يعني هذا جو ايدي اريده بسيطة احنا خمر احنا اخر من عنده تعلمنا هنا بدك حرام قولوا عزم فالبرة يوم جمعة اني وشغلي كل يوم جمعة هنا استاذ هنا هنا انا تكملي واحد اذا اطلع باب الدكان يجي للبلد يا طيب شلون بالشارع توعدون حجي صلي على نبيك انت من الذاك اللي يطلب التنور من الجيران قول ما اريد نعلمكم وخلاص عجي عيني لا تتحجج ولا هم يحزنون اشو نوبه عفواش ما يوافق نوبه مكان ماكو نوبه البلديه ما يخلوه قول ما زعلكم خلصت مو هاي القضيه حجي مرحبا عيني احكيها العدل نروح لو لا ها نروح لو لا ابو فارس القضيه شيلوا السبوره تعالوا بس تاني هم يعني افق طول وتنزل بضرب وقتي راسك مو عليك مو عليك وشون بالقاه نجيب تخت القهوه ايه القهوه اربع تخت تختين اربع هذا التخت هم ما ياخذوه يلا يلا يا جماعه انا صبوراني يلا ابويا يلا شباشير شباشير عندك لا 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 شويه شويه جيبها بعد بس ايه الله شوية بالله عليك. قاعدين بالصف شلون؟ عزك. قلمي ما جاي يا دقيق. يلا تسكت. ما عندك قلم وخذ قلمي. هكا هكا. هذا القلم عندي. يلا عيني عبود. مبارك. أقول كلكم جايبين دفاتر؟ نعم. شلون؟ تعال ما اسمع الزين والله رجول. تعال تعال. يا ملاحظي بلوستاز بلوستاز يا معود عفوزي شلبكم وشلبكم يا معود شنو ليتك لا تكسر واسع عفوزي عيني اتبدل تكه واشبع استاز اخذ استازات هلا بلوستاز للصبح يا تعال تعال تودي هالفرشه خليك تسويها امشي امشي حجي اشو هم بدي انا واني جبت لكم مواد اريده جوا ايدي شوف هاي الصفه اللي شيل عتري هسه ويا عياده ترك جميله يا ما وجهي حما غير محمود للطيار هاي شنو يا معود هو خلي يروح حد يا جيب بس خلصنا واني قلنا في عرفنا قول بطله عجيب اقعد ابو فارس يلا استاذ حمودي يجي احمد علي عبوسي دقت انا زمان ادور من عند الجوله علمنا زين في الاسم على غلطه انا راح اعلمكم طريق احسن من طريقه التلخيص عافيه يعني راح استعمل لكم طريقه جديده اي استاذ واستعمل وياها استعمل وياها وسائل اضاعه شلون هاي بعد كذا ابو شكر
وسائلي راح يعني نجيب الكلام الكلام كنا نعرفه نعرف الكلام وشوف كلماته وحروفه وتتعلموها يعني وجودك إذاعتك إذا علمتنا من وقت لا أسوي لك جنس كباية خصوصية بالأي لوني أنتو هدوء بالطبع طبق وفارس يلا منو بيكم حافظ نشيد إذا ما تسوون مثل ما أريد ساعني بطلت جل عليكم عبر أنا أجيب تمعلي أخذتها فلحنا بيناتنا شو تريد الدلل إذا ما تسوون مثل ما أريد ساعني أبطل سمونا حافظ نشيد نشيد من أعرف مقام أغنية فسة مقام لا مقام ميتر مطارق لو أغنية لو فتة لو أغنية لو فتة لو فتة اسمحولي تسمحولي أنا أسكر لكن هو قرب الترجمة الجوجي جوجي هذا هو اسمعوا راح أقرأ قدامكم حتى أشوف جوزي تجوز علي ودني السلح النبي ثلاثة من الأول شعبية يا شاوغي لكن شلون يصير شاوغي؟ شلون يصير شاوغي؟ مدرسة شعبية يا الله عمي ما عاد يكون شي يصير بهالزمان عمي عمي انت ولا تعبك براسك احنا بنتعلم القراية والكتابة وعبوسي بده يدرسنا اليوم جمعة والله يعني ما تابع هالشكل رمى ورقص بالمدارس بعد ما تابع يلا سووا لي دروب انت دعوه سووا له دروب الله يا جماعه ساعدوه حق شويه ساعدوه تفعوا وياه راجل جاوز عليا من الاول راجل سكوت يا ولدي يلا صراحه بطلني هذا اول من الأول واحد اثنين ثلاثة جوزي تجوز علي ودنسة الحلة في ثانية قاعد تقول العالم كان من الصباحيات يا شنو وضعيالي هسه انت احنا عرفناك من عرض اول مره قلنا ما تريد تخليه تساعدنا انت ما خدمت فاعليتها فاعليتها شنو ثانيتها الناس تصفق لكم بتصفقون بالشوارع انا فوق انا فارس ثاني اصبر وشوف ثالثه شلون ابو فارس واحد اثنين ثلاثه برودي ابو فارس جوز عليا وانا لسه انا وارد جوز عليا وانا لسه الحين عشان عشان حد يلا كده انتك بس انت عامل جيك ثاني لا لا عيالي العالم واحد يا يلا هو انا شارع يا يعني هاي وضعي هذه انت العاقل
يعني أغلب الناس يقول والغنى والذوق والعادي. شو عم تعلموا نقول؟ هو هذا غنى لو نشيد.